اسأل الرئيس. كنت نفسي من بدري اخد فرصه ان انا اتكلم مع الرئيس او اساله على حاجه، فبما انها جات لي فحابه اسال حضرتك او اقترح على حضرتك حاجه، ليه ما يبقاش التعليم كله عملي؟ انا عايز اسال سياده الرئيس سؤال واحد، ايه تاثير الثوره السودانيه او المجلس الثوري السوداني والاتفاق معاه تأثيره على المية اللي هتيجي لمصر؟ هل في آليات موضوعة أو خطط استراتيجية لمواجهة الحرب الإلكترونية، يعني حرب رقمنة؟ والله يا سيادة الرئيس، يعني من رأيي إن حضرتك ما تركزش مع الناس السياسيين. المفروض يبقى الشباب يبقى ليهم دور في الانتخابات، وانتخابات مجلس النواب وانتخابات مجلس الشيوخ لازم يبقى لهم دور فعال يعني في الموضوع. بوجه السؤال ده إن الرئيس يبدأ ان يعني يدخل الرياضة حاجة أساسية في التعليم. مش عايز اعرف من سيادة الرئيس حجم تمثيل الشباب في المجالس المحلية اللي جاية. في حاجات كتيرة قوي دلوقتي بشوفها، يعني كان لسه في مؤتمر بتاع الشباب، ولسه في مؤتمر كان جاي ان شاء الله في شهر 11 كمان للشباب. في توعية جامدة موضوع الشباب ان هو يدخل في مجال المحليات وفي مجال الحكومة نفسها. يعني بالنسبة للتعليم، هل في مرة هنقدر نبقى رقم واحد في التعليم؟ مفيش حد بيكره مصر، كلنا بنحب مصر. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.